دونك لا بركات حبيباتي، كما كتشوفوا معايا بعد ما شفتوا معايا الخرجه ديالي اللي درت في ايكيا وبعض الاسواق التجاريه الكبرى، هنا حبيت نوريكم بعض المشتريات اللي شريت وباقي مشتريات اخرى غنوريكم النص ونكمل معاكم. اول مشتريات شريت هما هادو، انا مع دائما رمضان كنبغي ديما يكون عندي جديد. خديت هاد لي فيغ اللي كتشوفوا اللي رخاص ما غاليينش وزوينين وهكا زوينين في اتاي عجبوني. وخديت كما كتشوفوا هادو ديال العصير فيهم 6، يعني ما غاليينش دايرين 260 يعني 13 درهم، زوينين وراقيين عجبوني. وخديت هذه اللي انا عزيز عليا ديكور ديما يكون عندي في الطابله كما كتشوفوني ضروري نبغي جديد. هاد لاغام هادي ديال ليميناج اللي فيهم ديال هادي كنستعملوها للبزار كما كتشوفوا ديال الزاج، وهادي بغيت تاخذ ليا تسمح، وهادي حتى هي ديال البزار، وهادي ديال وحده كنديروا فيها الخل. وميم طون كنستعملوها كما كنعرفوا انا رمضان على الابواب، كنستعملوها ماشي غير في رمضان، كنستعملوها او ميم طون للطون اللي كنحطوا لا سلاد، وكنستعملوها او ميم طون لي بيتزا. هنا كنقدو هنايا نديرو في الزيت العود نديرو فيهم شويه يعني التوابل مثل يعني عفوا الاعشاب مثل المنسمات، وهنا كيت لكم ديال الخل. خديت هاد هذا الروبو، هذا كادو هنا كما كتشوفوا. خديت هاد الزليف اللي كنت خديت وعدتكم وريتهم لكم ديجا، خديت 5 دراهم الوحده عند السيد اللي كنتقدم عند داكشي ديال 5 دراهم. خديت ديجا يعني مجموعه وزدت هاد المجموعه اليوم رحمك الله بابا. خديت هذا ولكن سي دوماج مع وصلت لداري انه تهرس ليا، ترست ليا بحال هادي. هادي ديال بوغ لي زونفون تجي زوينه وراقيه ولكن دوماج تهرست ليا. الكرطونه ديالها كتكون بحال هكا كما كتشوفوا، هي الكرطونه كتكون بحال هكا 3، ولكن دوماج انا تهرست ليا ما عندي ما غندير خليتها هكا كتبقى حتى كتي داكا. خديت من ايكيا هاد الكغاف حتى هو 6، وخديت هادو اللي ديجا خديت لاكام ديالهم وكملتهم. هادو خديتهم من مرجان، وهادو خديتها حتى هي اليوم من ايكيا كما كتشوفوا. وخديت هاد لي غامكا اللي راقيين تعجبوني، هادو 3 خديتهم ب5 دراهم الواحد. خديت من هاد النوع وخديت هاد النوع لان هادو ديجا عندي وهادو عندي، هادو عندي في الابيض وعندي هاد الكبار ديالهم وهادو اللي كانوا جداد. وخديت هادو اللي راقيين هاد الليمون، هادو خديتهم من ايكيا حتى هما. وهادو بعض المشتريات، ومازال غادي نزيد نوريكم المشتريات اللي شريت. تنتمنى تعجبكم مشترياتي لان كما كتشوفوا ما غالياش بزاف، اللي شويه زيده في الثمانيه هادي، ولكن راه رائعه وكتجي زوينه كما كتشوفوا. الديكور ديالها كيجي راقي وزوين، تقدر نحطوها سيغ طابل كتجي راقيه. وهنا كما كنعرفوا انا قلت لكم انا رمضان ضروري كنبغيو حنا العيالات نزيدو المعينات في رمضان، كنبغيو ديما يكون الجديد في الطابله ديالنا وشي حاجه كتكون متنوعه. عندي مشتريات اخرين غادي نوريهم لكم ان شاء الله بما نكمل لا فيديو ان شاء الله. بقاو معايا نكملوا المشتريات ديالنا. شوفوا معايا حبيباتي تتمت بعض المشتريات اللي شريت. شريت هادو البوطه اللي ما كما تشوفوا حتى هما كناخذهم ب5 دراهم. خديت هادو ديال التنظيف، خديت هاد التورشون اللي زوين حتى هو ب5 دراهم، شوفوا قداشنا هوايا كبير. خديت هاد السكر ديال السكر، خديت هاد البواط عاديه عجبتني هكا ديكوراسيون ديال السيلب هكا. خديت هاد السيرفيس ديال هاد الجبابن اللي عجبوني انا عزيز عليا كلها منبدل لي هكا. خديتهم هادو خديتهم من ادمون 5 دراهم. خديت هاد لي غام كان زدت منهم كانوا عندي زدت. هاد لي بواط اللي ديجا شرحت لكم ديالهم اللي فنين ديال لا مارك ساغا اللي رائعين اكثر من رائعين، خديتهم 5 دراهم حتى هما الواحد. هادو ديجا عندي هاد لي بتيت غام كان ديال الكغاتان هكا ديال الفوغ، انا عندي تقريبا بقاو عندي شي 3 تهرسوا ليا شي وحدين وزدت منهم هنايا دابا حتى همايا. وعندي هادو لي زاسيت لي سامبل هكايا للضياف. نتمنى تعجبكم المشتريات ديالي. هادو هما المشتريات اللي خديت من عندهم 5 دراهم اللي غنزيدهم ان شاء الله المشتريات اللي خديت الاخرين. الله بركاتو. كما كتشوفوا معايا بعد ما كملت يعني تتمه المشتريات ديالي اللي خديت، وهادو صراحه بعض المشتريات الاخيره اللي خديت هما هاد الكؤوس كما كتشوفوا لي كريستال ديال فيهم 6 فيغ يعني بحال هادو اللي كتشوفوا لي على هاد الشكل. هادو خديتهم من هادو اتقداو من اللي كان سميتو ماكرو يعني شحال هادي دابا ولا سميتو اتقداو اللي كيبيع
بالكرو يعني بالجمله، وتيبيع هكا لهذا، لقيتهم عجبوني وشريتهم من تما. هادو لقيتهم في برومو ما غالينش، خديتهم على ما اظن واش 29 يعني واش 26 درهم مع او 19 درهم، ما عقلتش كندير لهم بروموسيون كما تشوفوا. لا عفوا، هادو خديتهم ب 19 يعني ب 19 درهم كان بروموسيون. وهادو اللي خديتهم ديال القهوه، عندي سيرفيس اخر ولكن هادو عجبوني. كما كنعرفوا حنا العيالات ضروري خصنا الجديد لهذا الشكل ديال القهوه، عجبوني بزاف كما كتشوفوا، يعني كاس زوين ديال القهوه كما قلت لكم على هذا الشكل اللي كتشوفوا تيجي زوين. هادو خديتهم ب 26 وقيله 26 درهم. هادو خديتهم من اتقداو، وهذا الحامل ديال كما كتشوفوا ديال الزيت او ديال مثلا ابلو او ديال ارغان او تقدروا ديرهم كما كتشوفوا لي على هذا الشكل. هذا خديته من يعني من سوق عادي، يعني عند السيد اللي خديت من عنده السلعه ديال الاخرى ديال تركيا، هادو ماشي ديال المغرب. ولكن حتى هاد لي فيغ راه ما مصايبينش في المغرب، انني قريت انهم كما تشوفوا مصنوعين في مصر، يعني ماشي صنع مغربي هذا، واخا هاد بروموسيون مي مصنعينش في المغرب. هنا طلبوا مني بعض السيدات اني ملي كناخذ المواعن ديالي هنا، يعني درت هاد المشتريات اللي خديتها همايا كما كتشوفوا. هاد الحامل اللي تيجي على هاد الشكل هذا كما تشوفوا، نحيد لكم البلاج ديالو اللي تيجي على هاد الشكل راقي كما تشوفوا، كيجي زوين هكا. انا عندي هذوك لي سامبل، ما كما كنقولوا دائما عزيز لنا التجديد وعزيز لنا الابتكارات، وانا عزيز عليا ديما الطابله تبان يعني فيها ديكوراسيون لا بريزونطاسيون عندي انا ضروري تكون عندي في الطابله. تنتمنى تعجبكم المشتريات اللي درت الاولى والثانيه والثالثه، وهنا شرحت لكم من اي بلاصه ملي خديت. كما كتشوفوا بعض كانت عندي بعض التعليقات عندي في القناه على الفيديو اللي طلعت، يعني يعجبهم الشبيكات كما قلت راه دايرين 45 درهم. خديتهم انا خديتهم من درب عمر، دوك الشبيكات كندير فيهم فريت يعني هنايا. ما هادو نسيت ما قلتش لكم الثمن ديالهم، هادو خديتهم ب 70 درهم كما تشوفوا، فيهم ثلاثه 70 درهم كلهم الغطايات راه عندهم بحال بحال كما تشوفوا. انا هنا باقا ما استعملتهمش كما هتشوفوا. تنتمنى تعجبكم المشتريات والافكار اللي عطيتكم والاثمنه، وان شاء الله راه غادي ننزل لكم المحل اللي خديت منه داكشي اللي تيبيع كلشي بخمسة دراهم. كما قلت كاين واحد في المحمديه، وكاين واحد في الفرع ديالو كاين سيدي معروف، لا عفوا ماشي سيدي معروف، الولفه. وان شاء الله الا مشيتو عندو الناس سواء اللي في محمديه سواء اللي في الولفه غادي تعجبكم الصراحه، عندو تاهو سلعه. تنتمنى تعجبكم المشتريات ديالي، ونكون وصلت انني يعني جاوبت على التعليقات ديال الاخوات، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله باشياء جديده ان شاء الله. واتمنى لكم رمضان يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.